اليوم طبعا احنا بنحيي فعاليات ذكرى المولد النبوي الشريف، حبينا انه نحييها بطريقة تليق فيه صلى الله عليه وسلم، فان شاء الله انها الفقرات بتنال اعجابكم من أجل إنها تكون منار وتذكير للطالبات بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه، بأهميته، على أساس نسير على نهج إن شاء الله. وكل عام وانتم بخير، وصلى الله على سيدنا محمد. هذه فعالية تأتي ضمن فعاليات الإذاعة الصباحية التي تحتفي بها هذه المدرسة اليوم بطالباتها بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي تأتي من باب التثقيف التربوي والديني والوطني، وهي تتزامن بالطبع مع مناسبات وطنية كاستشهاد الرئيس طيب الله ثراه أبو عمار ووعد بلفور، وهي أيضا يوم الكوفية الفلسطينية، في مناسبات نسميها أسبوع الاستقلال والوفاء، كلها مناسبات تعزز قيمة الانتماء الوطني والتربوي والديني والثقافي في مجتمعنا.